مرحبا، كيفكم شباب صبايا؟ هلا انتم مشتاقون لي. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم سامي كل شيء، بتعرفوني اكيد. طيب، الفكره انه انا من الاخر يعني غبت فتره طويله عن اليوتيوب وفلوجز، فهلا بدي احاول ارجع استمر. طبعا دعموني، سبسكرايب، لايك. هلا نازل السياره لحتى نطلع على ازمه نصور. انا عم بصير بس انا فاضي فلوج بيهايند ذا سينز، ومين عم فرجيكم على ازمه تطلعوا الرحله اذا بدكم، اذا حابين. حابين اذا حابين بالكومنت. هذه باشلايم. والله بعد شوي رح نبلش مع احلى شرارة تصوير العادة، بدنا نعيد. كم مرة اعادة؟ ثلاثة منيحة اليوم. ها؟ شو تسوي؟ من اول مرة بيسجلها هيدي. من اول مرة هيدي، في كاميرا دليل اليوم. شوف شو صار. جيناكم اليوم بالبرنامج السياحي. هذا ما بس. ولأنه فلامينغو دائما بحالة تطور. لا بس بدك تذكر إنه نحن سبق وعملنا فيديو عن فلامينغو الكبير. يا. سلاخ معلم، مباشرة ما بدكش. جيناكم اليوم بالبرنامج السياحي الأحب لفلامينغو. اسطنبول. بدنا نعيده. بعرف بس إنه شلون؟ بالله شلون؟ منيح. بس ظريف. من إيدك على الكاميرا أكتر طبعا. جيناكم اليوم بالبرنامج السياحي، الاحب لفيديوهات والبس. لا اي ما بعرف تحكيها بالعاده من عيب، بس احمد بس انا جد ما بعرف صيغ على هي الجمله. جيناكم اليوم بالبرنامج. جميل. نعم. مره 15. لا عن جد عادة بينعاد الحكايات والقصص التصوير، بس نحن بنفلتر. نحن بنعصر عصر. نحن بنحب تطلع دوب. وصلنا أول محطة لحتى نبلش تصوير بهاي المحطة، بس ما بعرف فعليا عم نسمع غير صريخ يا معلم. ما بتعرف؟ والله ما بعرف، مدينة ملاهي ولا سوق، بس انه شيء حلو على فكرة. المهم هلا ما عندي فكرة هون شو شوبينج ولا. طيب هلا شوي مبلش تصوير، بس مكان على فكرة حلو رائع. بحب اقول لكم انه مش عارف مدينة ملاهي ولا شوبينج. شايفين حدا بيصور بليتين؟ والله ما بعرف، يعني حقي ضايع بهالبلد، بس انه شو انا احكي لك، والله العظيم يعني لازم يقدروني، لازم يعطوني شيء، لازم يعطوني ميزانية، لازم. ما بقى بدي احكي كثير لانه انا زلمة. هو هون في مكانين، اسلام بارك والاكواريوم، تمام؟ احنا الضيوف تبعنا وقت بيجوا على هدول المكانين، تمام؟ بالبرايفت ساعتها بياخذوا راحتهم بكل المكان، اما بالرحلات اليوميه بنزور الاسلام بارك والاكواريوم، هدول نحن الاثنين اللي رح نصورهم، تمام؟ تمام. فشو بتحب نعمل؟ بتحب نعمل فيديو هون؟ ناخذ على نصور اول محطه واسلان يعني اسد. شايفينه؟ في خيارات ثانيه؟ طبعا ما هي ثانيه. يعني الواحد هون ساو تقريبا يعني. اوكي، حاليا تحضير السين جاهزين. بالنسبة لمحطتنا الأولى اليوم بتكون داخل مجمع مفتوح بشبه جزيرة طوسة، بداخل منه. شايفين شو عم بصير؟ محطتنا الأولى اليوم بتكون داخل مجمع مفتوح بشبه جزيرة طوسة، بالنسبة لهذا المكان بيضم بداخل منه العديد من النشاطات مثل حديقة الأسود والأكواريوم، مركز تسوق ومدينة ملاهي.
هلا عم صور شيء ثاني اسمه ستوري. هي واحدة من محطات المكان اللي موجود. نعم. خلصت من المرة 15. انا ما عم بحكي، ان الشباب عم يحكوا. الفكرة انه والله طالعين على مكان بيشبهني كثير، بيشبهني، ما فيني اقول لكم قديش بيشبهني. هلا حتشوفوا شو هو هذا. متصور عرفت المكان شو هو اللي بيشبهنا. وينه هيدا هو؟ قوم يا خي قوم، تعا تعا قوم تعا قوم نصورها. انت جاي تخلط علينا بومه ومدري شو تعملت فيها. شو كبير هذا؟ تعا شو انت هاي؟ بقول له تعي اقفل عليه. انا هذا الواقع بقول له تعي. واو لو ما في فكرة كبيرة، عم بيجي ايده على راسه والله ما بعرف ايده. يا هون يا شاء والله بسمع الكلمة بصراحة يا هون. نعم لا تنزهش معي. شوف الكاميرا الثانية. هلا افريقيا كمان صاعد عش، هذا اللي بنشوفه بموقع. حبيت اي شيء؟ بدا عشان بدا هاي تحالة. هلا خلينا ندخل على الاكواريوم. اسمي زنيرة. عامر وبي بيسار. وش تاني اسم سيزر في المشروع؟ خلصنا من الاسود، هلا فتنا على حياة تحت البحر. ما بعرف اذا شايفيني، بس انه على الحياة شايفين ولا مش شايفين، بس الفكرة انه هلا تصوير. احمد بحب السمك، بحب احواض السمك. بحب السمك كثير، بحب احواض السمك والسمك يعني، بس انه بحب الحوض اتفرج عليه. واو على فكرة هذا الشيء كتير حلو. أنا I like أكتر شيء حبيته هو هيدا. بس يمكن تشوفه شو اسمه؟ إيه شو اسمه؟ أكيد عطوه. لازم أحمد إنه شو بيكتشف، شو في هون؟ شوفي هون هلا، هو شوفي هو شوفي هون هلا. هات نشوف. والله عشان تلاقيكم مو منيح هالموضوع اخي. نحن شو عم نعمل اكشن هلا وين شو هون؟ ميتة وجايلينها. سبحان الخالق. بتحب البحر يا احمد؟ بحبه. وهو بحبك. بحبه العالم. شو خاصة الفراعنة بالحياة البحرية؟ أنا ما عم بفهم. مصر طلعت عندكم حياة بحرية، بس شو حلو على فكرة، لك ما أجمل. شوفوا ما أجمل الديكور، شوفوا ما أجمل الألوان، تقسيم الألوان، شوفوا ما أجمل. شو هيدا؟ حالياً هلا عم نسمع صوتك. وصلنا ولا بعض؟ وصلنا ولا بعض؟ 15 دقيقة. 15 دقيقة بيكون المحطة الثانية، ونحن هلا عم نعطي وقت ما عم نسمع لتوباك. التوباك هو عبارة عن رابر عم بغني أغنية دير ماما. دير ماما هي عبارة عن كلمات لأمه، أمه يلي خلفته، أمه يلي ربته، أمه يلي. المحطة الثانية هلا بنشوف. ما لها اسم، ما بعرف شو اسمها. سبا وجينا لهون، نجي لهون بركي في شي متطورين.
ما نسينا نعرفكم على ظريف. ظريف ظريف شو؟ بس ظريف. بس ظريف هذه بس لايم. طلعنا على مكان هذا في اي بي ما بيطلع فيه حدا غير نحن صح؟ صح. وعملوه بس لنا. ايه عملوه لموظفين فلامينغو. صح. والله شو بدكم؟ زلمه بيصور بالايد تان هون كاميرا وبايد هون كاميرا. خوري يا مش ما بتطلع وما بشوف دائما الا بفوت بالشجره. لا الجسر هذا الموضوع انه هذا الجسر نظبط علامة التركة لتحت عشان يبين للعالم حتى ما حدا يضعف عليه. هذا المنظر بس على فكرة المنظر بيستحق. شكلك هونيك مقفل وكنت طبعا اللي بيعطي ازميت الطابع الخاص فيها كم شوف عارفين مني انزل انزل شوف الكاميرا نضرب كل المشاهدين هون لا بر مشاهدين. شلون لقيت المكان الثاني؟ حلو انا مرة امسك كاميرا هيك بهالشكل. هذا المكان فعلا حلو اذا بكون تشوفوا احسن ما طب لتحت. شايفين المكان؟ تمشي بالنص وتخلي رجليك ما يمشي يمين شمال يعني هيك شايف على نفس الاستقامة خليك حتى إذا بدك تركض فيك تركض بهذا الشكل. والله عن جد أنا تعلمتها من الجسور يعني كل مرة وأنا أطلع أتلبك بعدين فكرت فيها بالمنطقي إنه شلون الواحد لازم فاكتشفت إنه هي الهزة هي الميلة هي اللي تخلي الواحد يترجرش. والله خشوا جرب يمشي هيك بالنص تمام على هات لنجربه. ما ملاحظين انتو يمين شمال طلوع نزول كل الكاميرات شغالة يمين شمال. هلا ما نفوت على ال بس لك رجع فوت رجع فوت اركض. بعدين صار لي زمان مش مرجع بس حلوة شوي بتخوف يمكن لأنها صار لي زمان. شلون بتعملها يعني هي لهون؟ شو هي؟ هي فلتر قهوة. لحظة شو هي؟ فلتر كاو. فلتر كاو. فلتر كاو. فلتر كاو. هذه يا برو. قهوة عادية. تمام. حبيبي. مقدار الماج معلقة بس. تحط معها مي. مقدار ماج يعني. يلا. بتنزل عم تاخذ الوصفة. بتتركها تغلي. وبس تغلي بتوطي النار عليها. بتصير هي بتبقبي. بتتركها شوي لحتى تبطل تعمل رغوة. حلو. بس تضيف النار تحت تتركها. هي ترقت. جميل. بتصبها شوي شوي. بس هي. بس هي قهوة تركية. المهم جربوها هيدا احسن. هلا اسكر الشانل ما عادش اعمل فيديو. الفقرة الثانية اللي بعدها اكشن. اي نعم. اكشن. اكشن دغري مباشر. اكشن شو هيدا مش اكشن؟ اكشن عند النفتة هيك. نفتة. نفتة هونيك يعني؟ هيك عند النفتة. طيب خليني اشوف شو طلع انت برجع بلحقك انا. من هيك تلفون. Zaten alıyorsun. Demin bir getirme. Düz işte o makine alttaki ayak alıyorsun. Tamam bu da düz. Şunu alacağız. Aç kolunu sen bir çeşitlik. Böyle aç kolunu. Thank you.
ساعات خوض تجربة زيب لاين. رايحين شو نعمل هلا؟ ناكل. شو ناكل؟ مشاوي. طبعا حكينا عن طبيعة الإزمين. طبعا حكينا عن إزميك وعن طبيعتها. ليش؟ 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 هل تشتري الغلطة هاي؟ ليش؟ شايفين شو بيعمل فيه؟ يا طبعا حكينا على إزميك وعلى طابعها اللي بتميز. تحب نعيد؟ تحبوا نعيده؟ نعيد نعيد. يلا نعيد. إزميك وطبيعتها الخضراء. نحن إزميك. شو عجبتكم القصة؟ عجبتكم؟ عيد عيد؟ عيد؟ انت أدرى شو؟ انت أدرى ما بعرف شو هاي؟ حاس حالي سلحفة كيف بدي قوم؟ حلوة على فكرة جربة يا ضحكي صداها مرافقني الصوت اللي بعده حارقني شوف مين بدي نزلك هلا بدي فوق ابا بعد هذا عم يحكي مع حاله هلا مين عم يحكي معي؟ عمل لك اذا بدكم روحوا خلصوا تصوير الفيديو تعقدوني بدك فين؟ يا ضحكي صداها مرافقني بس هو الحظ البطارية حتفضى هلا وناس اجيب البطاريات البقية لانه كنت جايب الاغراض الكاميرا الثانية فحاكتفي لهون حتى ما اقطع الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم ودعموني بلايك وبشير وقصص وسبسكرايب اذا مش عامل سبسكرايب وبشوفكم بفيديو ثاني راح استمر ان شاء الله باي